call me a god. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم جماعة؟ اليوم نبدأ مرة ثانية في مهام جديدة وعمل جديد. بحاول اني هذا نهب ما اتوقع اني اقدر انهب هذا من قبل. نسوي اتاك، نقرب الاتاك اول شيء للحصن هذا اللي بالدن، ولازم نفهم عملية الدفاع. لازم عملية الدفاع نفهمها لانه يفرق كثير لما تسوي تحصين وقت ما يطلق عليك الصواريخ كثيرة. ما عنده صواريخ المنقلة، اذا الافضل اني اغادر عملية عملية النهب. نبدأ من الحين الصعبة. أشكر الله على استخدام السواري. نرجع ثانية، إصابة حلوة. مشكلة الصواريخ الأمامية ما عندي أبدا، فهذا الشيء بيضحكني كثير. احاول على الاقل اطيحهم، بعدين السفن لما يجي خير ان شاء الله. ما تسوي على واجب هذه الصعبة، بس الصواريخ الامامية معطلة. الصواريخ الامامية معطلة. اتوقع بقى لنا واحد. حلو دفاع. لما تتقن عملية الدفاع كل شيء يكون أسهل. نحاول نتابع. بس باقي برج واحد، فأتوقع إني أقدر إني أسيطر عليه من برج من الخلف. سيطرنا عليه الحين. نقدر نسيطر على المدن أو باقي واحد. لو تتقن عملية الدفاع أمورة طيبة. خلاص تقلنا، نقطع تقلنا. الحين يبقى لنا نسيطر عليهم ونحطم السفن اللي بتجينا من هذا الاتجاه.
استخدام السلاح الأمامية. كانت صارتهم قوية بس نواصل العملية ودمار بها السفينة ونفسد اللي بعدها. المشكلة الأقراص ما قادر أخذها لها زعماء طالع لها بالتن مش كتير عطونا وهذا شيء جيد بس هذا قلب المنجنيق وهذا There is a lot of pressure in the hold, Captain. You have to win this fight or we lose it all. We have done well. They are more than our brother. Hold fast. There is still more for the taking. ضربة موفقة لكنهم ليفل 11 وليفل 11 شوي صعبين. نجرب نضرب كذا نكمل عملية الدوران لأنه في هناك تم إصلاح الحصن. We have destroyed their sails! No escape! There are more of them! Prepare yourself! I will kill you as soon as I see you waiting for us! We have crossed them with their fire now! Let's attack the Washington! قادرينهم 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 عملية النهب كم وصلنا من 5 تقريبا. هذه الحاجات اللي ناخذها. عملية الدفاع واجد تأثر. خلصنا باقيات السفن اللي باقيين يهاجمنا. خلصنا بعد الأتراس وش أقدر أرمي؟ Look alive to your battle station. أرمي هذا.
اتوقع تصيب. اتوقع تصيب. ايوه حلوه. إصابة بعد موفقة صراحة أحد إصابات حلوة. أنا بدأت أتعلم أدافع وبدأت أتعلم إني أضرب ضربات موفقة أكثر. ما كنت أتوقع إني أقدر لليفل 10 بس يبدو إنه بناخذ الناقض الملتوي. دفعنا اخر دفعة اخر من السفن اللي بتهاجم علينا. اتوقع انه طيبة خلاص ما بقى شيء. لسه 77 زعماء وهم ليفل 11. هذا الناقل ما اعرف ليش كأني شفت السفن جاي من هنا. صار غير موفقة. خلصنا اخر دفعة و 72 نقطة. ناخذ اللوت نرجع هنا عشان ناخذ كل اللوت المتبقي. ايوه خلصنا عملية النهب. قضينا الناقض الملتوي اول عملية نهب لحصول ليفل 10. يفتح لنا المجال ان نروح للحصول الثاني الموجودة في الشرق عشان ناخذ العيشة اللي محتاجينها وهي الناظر الملتوي و يمكن بيع مقابل مقدار ضخم من المال. بس وش اللي برميه في المقابل رمي الأقل فن أقدر أريد أرمي حاجتين. لازم أخلص المهام هذه. أوكي إذا خلصنا مهمة أو قبل النابض الملتوي نرجع لسانت إين عشان نطور الأسلحة اللي الحين حصلنا عليها. طبعا الأسلحة اللي حصلنا عليها نطور السفينة ونشوف وش نقدر نشتري من هنا وبعض الأماكن. إذن كانت شوية فيها مستوى من الصعوبة لكن الأهم إن خلصنا وخذينا الموارد اللي كنا محتاجين لها لصناعة أحد الأسلحة. ما نتذكر أي سلاح كان. حطيت هنا الأسلحة اللي أريدها. أتوقع اللي يحتاج الناظر اللي هي طاقمة ولا بعد ديمي اللي يحتاج الناقض الملتوي. فبيكون عندنا ديمي على الجهتين. بس انا عاجبتني الصراحة المفايات اللي كانت على اليمين بحطها في الامام. لا الامام عندنا المدنية المدنية قوي بس في القلب زلزلة. نشوف امشي تتطور السفينة شيئا فشيئا وبعدين الاند جيم بيبدا حقيقي لما نخلص
مهام هذا مهام توصيل الذهب اللي ناخذها من المعمل. بنبدا عملية تطوير المعمل، نحاول نسيطر على معمل اخر عشان تكون العملية عملية تجميع الذهب اسرع والتطوير اسرع، واحنا ناخذ معامل واحد بعد الاخر. ما اتوقع اني بكون قادر اني اشتري قريب اسلحة من عند تشيرلوك ولا من عند رحمة او من عند هوما او انيتا، بس مستقبلا. الحين نركز على تجميع الذهب الاسباني وبعدين بنشوف اذا نقدر نشتري من عندهم. الحين بروح مع تشيرلوك اشوف اذا اقدر اصير اي حاجة، او اني نشوف وش الصندوق اللي تلقيناه. اتوقع هذا اللي مشاركتي امس في تويتش. دخولي في تويتش. بضبط على نهاية الفيديو هذا، بوقف شوية بضبط المخزن وكذا، وبعدين بأبدأ الفيديو الثاني اللي هي مهمة التوصيل اللي بتكون A company fort crumbled before your guns. Good work. They'll lay off my convoys for a while. Mahem. A proper shellacking you gave them. Your hold must be filled to brimming. أريد أشتري حاجة من عنده. ما أعرف كيف أشتريها. As a reward, I'm letting you keep all the spoils. I only ask that you plunder other Compagnie forts. Right now, he'll be panicking. You push a little harder, and we'll have those inbreds scurrying for their mother's teats. You beat the daring out of them. But wounds heal, grudges don't. Listen here, Cully. The French have a blacklist with your name on it. They'll be out for your blood. Keep scrapping, and my convoys to New York will travel easy. And there'll be bounty for us both. Okay, مهام فقط هذه. نسويها ولا لا؟ ما مستعد نسويها الحين. أريد أكثر أهتم بموضوع التوصيل ده. برجع لك في وقت آخر. خلصنا مهام تشيرلوك كامل شكله، بس ما أعرف من وين أقدر أشتري من عنده. يعطيني المهام نفسهم بس، فالأفضل إن راح أصنع الديمي ليفل 5 وبعدين نقرب ندخل في السفينة نشوف إذا زادت قوتها. يمكن نقدر نوصل ليفل 10. Your reputation rings louder than a 36-pound cannon. هذا. إذا قدرنا نصنعه 1300 أضعف من أحد الأسلحة اللي عندنا طبعاً. نشوف نصنع. بما أن يعني كان ما خططنا إنه نصنعه فنصنعه ونشوف. ما أريد أشتري أشياء شائعة بس. أريد حاطنا في الخطة فلذلك خذيناه وبروح أكنسله من ال أكنسله من هنا. هو كان أريد أخلص ماله. أريد صنعته فأحذفه. أحتاج النيران، أحتاج هذا. نشوف اللي نقدر نشتريهم بعد الحين. بعد ما انهي الفيديو طبعا. نرجع للسفينة نشوف كم نوصلها الليفل وبوقف الفيديو. الشحنة مدفع الديمي للحين شريته او صنعته. ننقل المواد اللي ليست للبيع.
مواد لخام نقلها حاول نبقى المنجنيق. اوكي عندي كمية زينة من المنجنيق ما كنت مستوعب هالشي يعني جالس اقصد فيها. نشوف الاسلحة سلاح الديمون نسويه في الجهة اليمنى البازلسك. البازلسك كان زين بس خلص وقت صراحة. هذا بعد يمين الاغراق في الخلف او بازلسك في الخلف افضل. بازلسك اقوى بكذا. نكون وصلنا لنهاية الفيديو. طولنا السفينة شوي ليفلها كم وصلنا؟ وصلنا لتسعة وثلثين او ثلاثة ارباع فباقي شوي ونوصل للعشرة. بقطع الفيديو هنا وبشوف اروح اشتري بعض العناصر محددينها اوريدي في الماب. اذا شفتوا الفيديو كامل بتشوفون اوريدي محددينهن. واذا قدرت اشتريهن اشتريهن عندي كمية فلوس زينة. واذا ما قدرت اشتريهن بنخليهن حال وقت ثاني يعني. واهم حاجة انه برجع مرة ثانية عشان ناخذ الذهب ونرجعه للسانت إين.